وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله. الذي خلق السماوات ستة أيام. السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن
تكبير صلوا على النبي محمد. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإن إلى الله.
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته Para pemirsa, para pendengar, para pecinta seni tilawah Al-Quran dimana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Al-Misbahul Studio. Baru saja kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan yang sangat merdu, lantunan yang sangat indah dengan power yang sangat luar biasa tinggi yang dilantunkan oleh seorang qori yang sudah tidak asing lagi bagi kita, qori terbaik Indonesia, qori internasional, yakni Ustadz Syamsuri Firdaus yang berasal dari kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga membawa berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.